سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد مع طارق في قناتكم افال. جيب لكم اليوم شقه فاخره من ناحيه ديال الديكورات اللي تستعملوا فيها، مواد الديكور، مواد البناء، شي حاجه واعره في ار بلس 2 بثمن ديال 44. الثمن ديال 44 بالنسبه للطبق الثاني، وبالنسبه للطبق الاول قاطعين ب 45، وهذا الشيء مازال هناك نقاش وتفاوض. مساحه اجماليه ديال 90 متر مربع، وكتواجد في واحد الموقع اللي هو رائع. اذا بقوا معي اعزائي المشاهدين حتى الاخر نكتشفوا هذا العقار. من قبل من كل شيء كنحييكم اينما كنتم في جميع بقاع العالم، مما كنتم كتفرجوا في هذا الفيديو كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا اليوم العقار اللي كنجيب لكم فيه ثلاثه ديال لي بالكون. البالكون الاول هو اللي كنتواجد فيه دابا، اما بالنسبه لهاد البلاصه هذه مازال غادي يديروا فيها واحد بورت فينتر كما كنقولوا ليها، ومازالين بالضبط مازالين الاشغال الاخيره في هذا العقار ما داروش، ولكن فضلت اننا نصوروا لان بحال هاد البريطمات مطلوبين ومطلوبين بزاف في القلاب، سورتو ولا سيما اني لقيت لكم فيهم هاد الديكورات الرائعه كما كتشاهدوا معايا. بالنسبه للصباغه كلها بالصباغه ديال البلاتينيا، وهاد البلاصه فين كنتواجد انا وهي الصالون. المدخل ديال العقار باش نبداو الامور من الاول ديالها، عندي المدخل ديال العقار هو هذا. باش نشرح لكم هذا العقار، هنا كنتواجد في عماره اللي فيها جوج ديال الطوابق. واخا عندنا بالنسبه للطابق الارضي عندنا كتواجد فيه شقه، وعندنا هنا في الطابق الاول جوج، عندنا وحيده لهيه راه مازال غادي نوصفها لكم، وعندنا هذه الدخيله ديالها. وحنا داخلين كنكتشفوا بان عندنا واحد الباب رائع، واحد الباب من نوع ديال الخشب ديال اللاتر بالنقش وداك الشيء غزال متناسق. كندورو تلقاو عندنا هنايا البلاصه ديال الصالون معزوله على الغرف وعلى المطبخ، اللي عندنا واحد المطبخ اللي هو مفتوح. الصالون قمنا بالمشاهده ديالو، فيه بالكون ديالو، فيه هاد لا سيباراسيون، وفيه داك الديكور ولا داك الحائط اللي كيكون وراء التلفاز، حائط نديرو من الخشب. بالنسبه للوراء، بالنسبه للوراء ديال الصالون ولا خلف الصالون، عندنا هاد غادي يكون هنا واحد الفاسك، مازال غادي يحطوا لافابو، غادي يحطوا المرايه ديالو مصاوبينو بالام دي اف. وعندنا هنا التواليت والدوش، عندنا لافابو، عندنا التواليت، وعندنا هنا الدوش. كنتقدموا وحنا غاديين هنا فين تيتوزعوا لنا الغرف في هذا العقار. اول حاجه كنقول لكم هنايا، كنقول لكم مرحبا بكم بمدينه مكناس، واخا. وبالنسبه للحي اللي كنتواجد به، كنتواجد بكم بالضبط بالضبط، كنتواجد بكم بالحي على مقربه من حي ديال الكاميليا، واحد الحي اللي ولا كيكتسب واحد الشهره كبيره، الا وهو حي المنصوريه. البلاصه هاد الحي ديال المنصوريه راه قريب من المنصور، ما بين كاميليا وما بين المنصور، حي اللي هو جديد، حداك الطاكسي، حداك الطوبيس، حداك بزاف ديال الامور، وبزاف الامور اللي مازال غادي تجي مع الوقت، لان هذا حي اللي كامل جديد يلاه تيتبنى. كما كتشاهدوا معايا بالنسبه للمطبخ كله من نوع جديد الحديث بالام دي اف، عنده البلاصه التحتانيه دايرين فيها البلاصه فين دير الفران، بلاصه فين دير مثلا بغيتي دير لافيسيل ولا بغيتي دير لا ماشين لافي، البلاصه ديال لابلاك مقطعه، ودايرين هاد لينيش. هذا المطبخ. ونزيدكم عندي بالنسبه للمطبخ والشميشه مشمش عقار، هانتوما كتشوفوا الشميشه فين واصله، وعندي ليها بالكون اللي خارج من هاد المطبخ. هادو الاشياء اللي مهمه راح شفناهم، المطبخ والصالون. اما بالنسبه وحنا راجعين كنلقاو عندنا هنا الغرفه اللي هنا الباب باش تعرفوا الفصاله، هذا هو الباب الرئيسي اللي هي شفنا الحمام والدوش والتواليت، عندنا الصالون. اما هنا فعندنا الغرفه رقم واحد اللي هي الغرفه ديال الوليدات، هي هذه، ولا ممكن تكون بيت ولا غرفه المعيشه بإطلالة ديالها على بالكون. ونزيدكم الشارع فين كيتواجد هذا العقار راه شارع كبير ديال 15 المتر. وبالنسبة حتى للشميشة هاد الدويرة هادي ولا هاد الشقة هادي واخدة حقها. أما بالنسبة للأبواب، شوفوا معايا الأبواب كيفاش تصاوبوا، ديكورات اللي كنلقاوهم كذلك في الشقق الفاخرة ولا الشقق اللي كتكون كبيرة وكبيرة في المساحة. عندنا هنا الغرفة رقم جوج، غرف اللي هما متوسطة الحجم. والشيء اللي زوين في هاد الغرفة هذه هي أنها تهي فيها بالكون. إذا العدد ديال لي بالكون عندنا في هاد العقار كان عندنا ثلاثة ديال لي بالكون في هاد العقار، بالكون اللي خارج من الصالون، عندنا بالكون خارج من المطبخ، وعندنا بالكون اللي خارج من هاد الغرفة. كيبقى لنا دابا غادي نشوفوا آخر شيء ألا وهو الغرفة ديال الوالدين. وحنا غاديين في هاد الكولوار عندنا هنا كما شفتوا الديكورات هادو اللي هما عندنا في هاد البلاصة في المطبخ، وداروهم كذلك في الجهه الاماميه اللي هي ديال الصالون، عطاو واحد الديكور اللي هو ممتاز. هنا عندنا الغرفه ديال الوالدين، الغرفه ديال الوالدين دايرين في الراس ديالنا مستديره، دايرين فيها بابي با، دايرين فيها بلاكارات بلي زيتاجير ديالهم. كما قلت
للإعادة أعزائي المشاهدين، الثمن ديال هذا العقار هو 44 مليون بالنسبة للطابق الثاني، أما بالنسبة للطابق الأول قطعينه ب 45 مليون، ولربما يكون هناك شيئا ما من التفاوض والنقاش. البلاصة فين كيتواجد؟ كيتواجد على شارع كبير ديال 15 متر بحي جديد اللي أصبح يعرف باسم ديال المنصورية. هذا الحي هذا كيتواجد ما بين الحي ديال كاملة وكذلك الحي ديال المنصور، في موقع استراتيجي وموقع اللي عنده مستقبل ومستقبل كبير. وبالنسبة للثمن بحال الثمن هذا راه ثمن جد جد منافس. كنتمنى أعزائي المشاهدين يكون عجبكم العقار ديال اليوم. كان معكم طارق، ما تنسونيش بتقديم زر الإعجاب والاشتراك. نقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.